السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في قناتي شيف مليكة. اليوم اخوتي غادي نشارك معكم عصير موخيتو، عصير ديال الحامض والنعناع، طريقته الصحيحه صدقوني تيجي لذيذ بزاف، والمقادير بسيطه، وهكتوجدوا هذا العصير هذا. علاش لا حتى كل نهار ماشي مشكل، ما تياخذش الوقت وما فيهش شي مقادير اللي هي كثيره. غادي ندوزو هنايا للطريقه. كيما شفتوا عندي جوج حامضات، انا خديت هذا الحامض هذا اللي تيكون خضر، تقدروا تاخذوا الحامض اللي صفر ماشي مشكل. وغادي نقشرو، غنحيد ليه داك القشره اللي على برا صافي، وغادي نقطعو هكا طريفات صغار ولا على اربعه ولا على ثلاثه كما بغيتو. وغادي ندوز باش غادي نطحن باش ندير هذا العصير. وهنا النعناع كيما شفتوا خديت يلا الورق، ما خديتش داك الجدر اللي تيكون ديال النعناع. غادي تاخذوا يلا الورقه كواحد واحد الكميشه هكا ولا زليفه صغيره، وغتغسلوه مزيان. انا غادي خديت الروبو او المولينكس اللي عندكم، غادي نحط فيه داك الحامض جوج حامضات، وغادي نزيد عليها النعناع، وهنايا السكر. الا بغيتوا تشربوه حتى بلا سكر تيجي لذيذ ماشي مشكل، بصح كما تتعرفوا الوليدات ما تيبغيش العصير بلا سكر. انا درت واحد نص كاس ديال السكر. وهنا غادي نزيد واحد لتر ديال الماء بارد من الثلاجه باش تقدروا تشربوه كي تطحنوه، تشربوه تيكون داك الماء بارد تقدروا تشربوه توت سويت، ولا بغيتو ديروا لي كلاصو في الاخر. صافي غادي ندوز نطحن العصير والنعناع. صافي هنا كيما شفتوا طحنتو، غادي ندوز نصفيه، لا بد تصفيوه لان تيبقى داك هكا داك الاخر النعناع كيتطحنش مزيان، وداك الحامض داك بحال الجلف ديال الحامض حتى هو. صافي غادي نصفيه. الا بغيتو تزيدو هنا الماء تقدروا تزيدو، واخا حتى لتر ونص او جوج لتر في جوج حامضات. صافي وتوليو تصفيو داك في داك الشبكه، زيدو الماء. صافي من بعد ما صفيت العصير ديالي كيما شفتو ها نتوما يلا الماء، صافي غادي نعمرو في القراعي او في قرعه ونحطو في الثلاجه يبرد. وهذا العصير ديالي غادي ندوق معكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش عفاكم من اللايكات والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. وغادي ندوق معكم، جا غزال بزاف ولذيذ البنات. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.